بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، وجعل اللغة العربية للعلم سببا وفضلا وأمة، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قم للمعلم وفه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا، علمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. ماذا لو لم يكن المعلم إنسانا؟ ماذا لو لم يكن بشرا حيا كما نرى في الفصل؟ ماذا لو كان مجرد آلة؟ يا إلهي، إنها فكرة مدهشة، ليس كذلك؟ حضرات الحكم والأساتذة والزملاء والزميلات من الأفاضل والفضليات، أحييكم بأفضل التحيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحضور الكرام، تقف اللغة العربية بكل ثرائها وتعقيدها كصرح شامخ في عالم اللغات، حيث تتميز بخصائص فريدة وتأثير عميق في حضارات وثقافات عديدة. وفي السنوات الأخيرة لاحظنا ارتفاع اهتمام بدمج التكنولوجيا الحديثة في مجال التعليم اللغوي، ولا سيما الذكاء الاصطناعي. فنتحدث اليوم عن موضوع حيوي، ألا وهو أهمية الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغة العربية. قال شاعر: حياكم الله، أحيوا العلم والأدب، إن تنشروا العلم ينشر فيكم العرب. فهذا البيت الشعري يعكس جمال اللغة العربية وأهمية تعلمه، وباستخدام الذكاء الاصطناعي يمكننا تحقيق هذا الجمال وتعزيزه في نفوس المتعلمين. أيها السادة الحاضرون، ظهر تأثير الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغة العربية على مستويات عديدة، حيث بات يمثل ثورة في مجالات كترجمة النصوص والتحليل اللغوي والتعرف على الخط العربي وأنظمة الرد الآلي. الذكاء الاصطناعي أيها السادة يقدم حلولا مبتكرة لتعليم اللغة العربية من خلال إنشاء بيئات تفاعلية، حيث يمكن للطلاب التفاعل مع النصوص العربية والصوتيات والفيديوهات لتحسين مهارتهم اللغوية، وكذلك يقدم تغذية راجعة فورية حول أخطائهم، وكما يتم به تصميم مناهج مخصصة لكل طالب، وهذا يتيح للطلاب فرصة التعلم وفقا لوتيرتهم الخاصة وتحقيق أقصى استفادة من العملية التعليمية. وكذلك يقدم الترجمة والتحليل للنصوص الأدبية والشعرية القديمة، مما يمكننا من فهم أعمق لتراثنا العربي الحضاري الثقافي الأدبي. وكذلك الذكاء الاصطناعي أيها السادة مجموعة من البرامج المحاكاة، فهو يوفر لنا عالما عربيا بديلا افتراضيا يمكن للطلاب الانغماس في هذه التجربة. وهناك منصات مثلا Perplexity ولينجوا تريكس، وكل هذه المنصات يقدم لنا تجربة مذهلة. علاوة على ذلك، الذكاء الاصطناعي يلعب دورا ناجعا في سرعة الوصول إلى المعلومات والبيانات، وكذلك قدرته على المرونة والتكيف وتنمية المهارات التعليمية والتقليل في الأخطاء في تعليم اللغة العربية. وكمثال حي على نجاح الذكاء الاصطناعي، نجد منصات وتطبيقات وبرامج تعليمية كنصوص عربية وأديب ورائج وترجمان وجنية مصباح على دين طبعا تشات جي بي تي ومايكروسوفت كوبايلوت، كلها تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتقديم تجارب مذهلة تفاعلية تعليمية. أيها السادة، كم سيكون رائعا، تخيلوا معي، أن يتمكن شخص من التعلم العربية من أي بلد وفي أي وقت وفي أي وضع كان بفضل الذكاء الاصطناعي. وفي الختام أود أن أقول إن الذكاء الاصطناعي ليس بديلا، لا ليس بديلا عن المعلم البشري، بل هو أداة مساعدة تعزز وتدعم عملية التعليم. لذا يجب علينا جميعا أن نستفيد من هذه التقنية الجميلة لتحقيق تعليم أفضل للغتنا العربية، لغة القرآن، لغة الشعر والجمال. قال الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فلنقرأ ولنرتقي ولنتعلم ونستخدم كل ما هو متاح لنا لنستفيد من هذه اللغة العربية الجميلة العظيمة. قال الشاعر: لغتي وأفخر إذ بليت بحبها فهي الجمال وفصلها التبيان، عربية لا شك أن بيانها
عربية لا شك أن بيانها مبتسم وفي ثغره القرآن. وأخيرا شكرا لكم لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.